بسم الله الرحمن الرحيم. التاسعة بتوقيت الفلوجة يبدأ الآن. أيها الأخوة المواطنون حياكم الله. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. هل تعتقد أن انتقائية السعودية للأطراف التي تم توجيه الدعوة لها والحديث عن أنه سيتم توجيه الدعوة إلى حضرتك إلى السيد عمار الحكيم صدفة؟ لأنه هناك ما يجري من حديث عن أنه ذلك هو محاولة لشد البساط من تحت أقدام إيران من العراق، وبالتالي ربما حضرتك ستكون مرحبا. والله أتمنى هالشيء، وأنا ما أعتقد يعني السعودية بحالها تقدر تسحب البساط من جوا إيران. الليلة في نقطة نظام من التاسعة، مرجوحة علاوي بين السعودية وإيران. الانقسام اللي حاصل بين عرب العراق يجب ان ينتهي. هذه اللعبه القذره اللي راح بسببها هذه الارواح زهقت، والاموال التي بددت، والمدن التي دمرت، والفساد والارهاب والميليشيات، اليوم واجب علينا كلنا ان نقوم دورنا، الحقيقي كمجتمع. لا ننتظر النخب السياسيه ولا حتى الدينية ولا حتى الاجتماعية. المجتمع اليوم يجب أن يقوم بواجبه كل من مكانه. الزعيم العراقي الشيخ خميس الخنجري يتداخل هاتفيا وبشكل مباشر مع أحد برامج الفلوجة الجماهيرية، برنامج استوديو الناس. الزعيم العراقي سماحة السيد مقتدى الصدر يلتقي الدكتور كاظم المقدادي ونخبة من الإعلاميين والكتاب. المعارك اللي شفتوها هي بعد هروب النصراوي محافظ البصرة. شلو اللي جاي يصير بالبصرة؟ الوضع العراقي متأزم، لا حد يتوقع أن الوضع العراقي بعد تحرير الموصل أفضل، لا بالعكس. شفناها قبل شوية هي مواجهات بين عشيرتين، وين بالمدينة وين بالبصرة مو بالموصل. الوضع خطير،
لازم نفهم أن الوضع العراقي متداعي، ولا بد أن نتكاتف جميعا من أجل وقف هذا التداعي. رصدناكم اليوم كما في كل يوم أنه صاحب الحق بإيصال صوته هو المواطن، ولو طبق المسؤول ما يجب أن يتحقق للمواطن من خدمات ومن راحة بال لما وصلنا إلى هذا المستوى المتدني بالخدمات وبالأمن والأمان. في البرنامج الجماهيري استوديو الناس مع الزميل محمد الكويسي استمعنا إلى مناشدات، والناس تناشد الخيرين، الناس تناشد الزلم للرجال، ومن واجب الرجال أن تكون خدم لناسها. خلي نشوف رياض من بابل إيش قال. والله أنا عندي مشكلة يوم خادي الموضوع مالتكم، وهي أنا رحت أنا والوالدة إلى طهران. نعم. ورجعنا من طهران نقص عندنا فحوصات، طلع بها مرض، يعني مرض شوية مو زين، يعني مرض سرطان. سلامتك. ورجعنا الله يسلمك، ورجعنا جبنا ويانا أدوية كاملة من هناك وكلفتنا السفرة 51 ورقة. زين. وصلنا إلى المطار النجف، جنطة من الجنطات ما وصلت بها الأدوية. فقدمنا شكوى بداخل المطار. زين. وجاوبونا لأن هي الجنطة مفقودة ما هي. من يوم 6/8 لحد الآن. كل مرة راجع للشركة، شركة اسمها توبان إيرانية. زين. واليوم أنا وصلت إلى مدير مطار النجف. الرجال هو هم قصر، بس يقول هاي الشركة ما تعوض، لا تقبل تعوضنا من الأدوية والفحوصات 31 ورقة. واني من عوالي الشهداء. واحنا بدنا حتى الفلوس ماخذين الدين ورايحين عند فاجئنا بالمرض مالتنا. انا اطلب من عندكم من قناتكم، من خلال قناتكم الكريمة، ان توصلون صوتنا لأنور الحمداني. والى سليم الخنجر. لان انا عراقي او متضرر، واطلب لقاء سليم الخنجر بهذا الموضوع. ما عندي، يعني انا حجيت هسه مريض التعب. مريض تعب من السبب هاي التذكير مال الأدوية. الأدوية مالته ما وصلت. بطلب منكم أمانة توصلون صوتي أنور الحمداني وإلى السيد الشيخ سليم الخنجر، واطلب قناتكم ويانا تدخلون أوصل أنا أخذ قناتكم وروح إلى مطار النجف. زين. وأريد تدخلون نقل مباشر من هناك وتسجلون الحالة اللي بها أنا موجودة في مطار النجف. ماكو أي تعاون. من عندنا، فهاي انا احمل القناه، احملكم امانه، ما عندنا غير ان شاء الله. ان شاء الله امانتك توصل، توصل ان شاء الله امانتك يا رياض. عليك السلام سليم الخنجر، قل له احنا مواطن عراقاني من محافظه بابل. نعم. اترجاك اريدك تساعدني بهذا الموضوع ان شاء الله. ان شاء الله رياض ثاني اليوم يفضح هذا الموضوع، واطلب قناتكم تصل وياي الى مطار النجف. حياك الله رياض من بابل، وحيا الله البابل، الحضاره والتاريخ والعشائر والاصاله، حياهم كلهم من الفلوجة نحييهم. وصل صوتك ووصلت رسالتك للشيخ خميس الخنجر، وأنا والله أرد أسأل كعراقي، يعني الآن هسه السياسيين اللي يشوفوني ما شاء الله 9 من 5 سنين لليوم كل الزعامات العراقية التابعة اللي يحبني واللي يكرهني، يعني مش يقولون لنفسهم والله من يشوفون مواطنين تنادي باسم شخص مثل الشيخ خميس الخنجر وما تنادي باسمهم، شو يحسون يعني داخلهم شنو هذا الإحساس؟ ما عندي جواب، بس هم خلي يجاوبون إذا يريدون. خلي نشوف سعدية أيضا من الرمادي، تفضلي سعدية. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا بعاني من أهل الرمادي، أحلى ترى منكوبين بالرمادي، يعني أحلى من الفقرة المنكوبين. زين. أسعى على بيوتنا واقعة، وأخويا مخطوف على الجازة، يعني ما بيت أتراب، بيت أبويا أتراب. وقاعدين المدرسة مهدمة، ورد مهدمة راحين قاعدين هسه بالمرافقات مال المدرسة، جو عندي 4 جهاز، زين عامل شلون اسوي بيهم؟ لا راتب لا شيء، ما يطالبون على المخطوفين. زين، وين قاعدة هسه سعدية؟ والله برا ما داني. برا ما عندي قاعد أنا، وتعال شوف الحالة، أريد ما نطلع وأسوي تجون تشوفون الحالة مالتنا شلون قايلة، يعني حد يسكن المرافقات وبطفلة القيم مقامية. جربوا على مخطوفين، انا هذا من كان زادي انا من الحرب الامريكانيه طفله واحده وقتلوا القناص الامريكي، كل هذا بس ما يخالف الريد احنا يتابعون هاي المخطوفين، جهال الولايه والله بالمرافق مال المدرسه قاعدين.
الله يعينكم يا سامي. واحد انطى تعويض لا انطى للواطات وللعرب. الله يعينكم يا سعدية. يعني مر بالحكومة وقالنا ايش بيكم ما بيكم. شكرا يا سعدية. الله يعينكم يا سعدية ويفرج عن المعتقلين إن شاء الله بأسرع وقت وترجعون لدياركم سالمين غانمين. شكرا للسعدية لمشاركة جانا. طبعا الموضوع المختار يمكن كل شوية تمر عليكم الكباب، لأنه واحد من الملفات اللي انكشفت بالبصرة مثلا اللي كشفها الشيخ أحمد الصليطي أنه عضو مجلس محافظة البصرة أنه صار فيه 7 ملايين دولار على كباب وليبة كباب، خوش خدمات وخوش كباب. هو دجاج العرب ما غزر، حتى كباب أربيل وكباب البصرة يغزر، لكن الناس اللي سمعناهم ونسمع صوتهم هم اللي راح يغيرون. تغيير بيد الناس، والله سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، واللي يستجيب لهلا وناس يصعد في ضمائر الناس قيمة واحتراما، يصعد مركزه بقلوب الناس وعقولهم قبل ما يكون على الكرسي رئيس وزراء ولا رئيس ولا وزير. فالناس اللي ناشدت خميس الخنجر مو مستغرب، لأن أنا أقولها دائما ماكو واحد ينذكر اسمه إذا ما يروح يقول ليش ينذكر اسمي بالزين وبالشين، والرجل ينذكر اسمه بالزين لأن الناس طالبة وتناديه. فش قال لنفس البرنامج بعد داخل هاتفيا مباشرة ويا الزميل محمد الكويسي. أسعدتنا جدا باتصالك بالبرنامج. حياك الله شيخ. أنا طبعا مشغول أغلب الوقت، لكن كان عندي يعني فراغ مدة نص ساعة. نعم. شفت برنامجك أكثر مرة أشوف أقصد من شرف إن هذا شيخ من مداخلات اللي تصير في برنامجك. حقيقة تذكرت كيف الله سبحانه وتعالى يبارك بذرية الناس المستقيمين. أنا شاهد ومنذ كنت في مدينة الفلوجة في شبابي كيف كان والدك المهندس مهدي الكبيسي من أنزه الشخصيات التي استلمت مديرية بلدية الفلوجة، وكيف استطاع بفترة أن يعمل المشاريع اللي ما استطاع اللي سبقوه بسنوات أن يقوموا بهذه المشاريع، لأنه كان رجلا نزيها وكان قدوة في النزاهة. وسبحان الله وأنا أشاهدك الآن في هذا البرنامج الذي يحارب الفساد، كيف الله سبحانه وتعالى يجعل هناك تواصل بين الآباء والأبناء في النزاهة وفي محاربة الفساد. تبارك الله بك أولا. شكرا لك، شهادة نعتز بها يا شيخ. وأحب أجاوب الأخت أعتقد اسمها سعدية. أي نعم. من الأنبار. صحيح. من الرمادي. نعم. وتبلغوها من خلالكم ودكتور مازن يقوم بدورة إن شاء الله. خصصها راتب 750,000 لمدة عام تستلم في سبيل تعبر هذه المرحلة إن شاء الله نعبرها كل بإذن إن شاء الله. والأخ من الحلة أعتقد من بابل الأخ رياض عنده شنطة ناشد لي الآن. نعم الأخ رياض من بابل. ما هي الأدوية اللي يحتاجها والده ونحن نعم. سنلبي إن شاء الله طلبة. حييكم مرة أخرى وأشيد على أيديكم وبارك الله. بارك الله بك شيخ. وعليكم السلام. بس أنا أدعوك يا شيخ خميس الخنجر كشخصية وطنية وكزعيم وطني بنفسك تابع تنفيذ قرارك بنفسك. شوف اللي وكلتهم باسمك أو وكلتهم قلت لهم كملوا هالمهمة روحوا تابعوا قضايا الناس، شوفهم يوصلوا أمانتك للناس، تأخروا قصروا هيك تصير القيادة وانت قائد هيك تصير القيادة. أنا مرات الناس يسوون حتى فيديوهات ذاك اليوم جماعة يمكن لهميم مدري ياهو مدري شو اسمه مسوين الورش وين يريد يوصل، مرة يمدح كان يمدح عون الخشلوق ويمدح مقتدى الصدر ويمتدح خميس الخنجر. أنور وقف ويا الرجال ويوقف ويا الرجال. أنور يعرف شي يريد، يريد الرجال تتفق على 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 خط وطني واحد حتى نبني الوطن. خلي يفهمني عبد اللطيف الهميم ولا غيره. أنور يريد الزلمة اللي توقف ويا ناسها وتعدل المايله
ولهذا وقف فيه الثائر عون حسين الخشلوق، ووقف فيه الزعيم العراقي مقتدى الصدر، ويوقف فيه الزعيم العراقي خميس الخنجر. افتهمت؟ لو ما افتهمت فكفهم ذول حش الطيبين وحش اللي يقول بوجهه، كف ذول الزعاطره اللي تطوهم فلوس حتى يهاجمون انور وغير انور. اسمعني اخي هميم، اسمعني اسمعني صح. ولهذا انا ارجع لنفس الموضوع وادعو الشيخ خميس الخنجر واقول له تابع الموضوعات، حاسبهم، حاسب اللي قصر وكرم اللي ينجح حتى يصير امام الاخرين نموذج. فانت اوقف ويا الزين وقول لهم وين وصلتوا، وين القضيه السعوديه، وين صار موضوع رياض، حتى الناس تبقى تنظر الى انه تحقيق امالها كمواطنين من خلال ناس تحقق هاي الامال. طبعا هو الشيخ خميس الخنجر استغل الفرصه استغلال اعلامي صحيح، لانه وجه رسائل سياسيه مهمه من خلال برنامج استوديو الناس للناس. شوف ايش قال. اشكرك على هذا البرنامج الرائع. حياك الله شيخنا. واشكر الاخ ابو طارق اعتقد من كربلاء. نعم. على هذا الشعور الوطني اللي يتكلم به. حقيقه اليوم هو هذا مشروعنا ومشروع اغلب العراقيين. الانقسام اللي حاصل بين عرب العراق يجب ان ينتهي، يجب ان ينتهي. هذه اللعبه القذره اللي راح بسببها هذه الارواح زهقت، والاموال التي بددت، والمدن التي دمرت، والفساد والارهاب والميليشيات، اليوم واجب علينا كلنا ان نقوم دورنا، ان نقوم دورنا الحقيقي كمجتمع. لا ننتظر النخب السياسيه ولا حتى الدينيه ولا حتى الاجتماعيه. المجتمع اليوم يجب ان يقوم بواجبه، كل من مكانه، الاستاذ، المدرس، رب العائلة، الإعلامي، الأكاديمي، الإنسان العادي، التاجر. يجب كلنا احنا أن نعود نفسنا كيف نحارب الطائفية اللي دمرت البلد وسببت كل هذه المصائب في البلد. وبالتالي من رأى منكم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. العراقيين مو ضعفاء الإيمان، إن شاء الله احنا قوياء. ما يقدر باليد يقدر باللسان. يجب علينا كلنا اليوم، وأنا أحيي أخ أبو طارق مرة أخرى، وأحيي كل الأخوة اللي يتكلمون، كلنا يجب أن نتكلم حقيقة بهذا الخطاب الوطني وبمحاربتنا للطائفية. وأنتم في الفلوجة ضربتوا مثال كيف كان هذا الاسم، ربما يعني البعض يعتقد هذا اسم طائفي، اليوم اصبح اسم وطني. صحيح. في هذه القناه كيف تقومون بواجبكم الوطني؟ احييكم عليه. واحنا ايضا نحييك كزعيم عراقي تنظر برؤيه عراقيه، وبالفعل محتاجين نتوحد برؤيه وطنيه وحده. انا يهمني اشوف الرجال هم اللي يقودون البلد يا جماعه، مثل ما نشوف في كل بلدان العالم. نريد بالعراق لكم دور. ننتظرك، ننتظرك في بغداد شيخ خميس الخنجر. انت وعدت الناس ان تروح الى بغداد، روح الى بغداد والتقي السيد العبادي، وندعوك لتروح للحنان النجف الاشرف، او تلتقي سماحه السيد مقتدى الصدر. التقوا، لا تبقون واحد يخاف الله فلان شو يكتب. ليش ما يكتبون يا اخوي؟ اللي يكتب انت مهتم، اللي يكتب اللي عنده هدف وعنده رؤيه لا ما يخاف من ذوله، ما يخاف من ذول ابدا ولا يهتم منهم. انتم ما تهتمون لهم، خليكم باتجاه وطني واحد. ولهذا السيد مقتدى الصدر انا اكبر بي اليوم، اكبر بي انه التقى الدكتور كاظم المقدادي حتى يحل المشكله. سواء انا هسه والله ما ادري، سواء كان دكتور كاظم المقدادي قاصد اللي يقوله، لانه الخبر يقول اعتذر. انا ما حصل الدكتور كاظم المقدادي، لكن انا شفت انه هو كان يحكي باتجاه اخر. لكن هل هو تقصد لساعة؟ افا اذا صدق، افا اذا صدق دكتور كاظم كان يقصد. بس انا مؤمن انه ما كان يقصد سماحه السيد مقتدى الصدر، لانه اللقاء اللي تم اليوم، وللاسف انا حتى لحظه دخول برنامج ما حصلت على صوره لهذا اللقاء، بس الخبر موجود انه تم التقاءه، لانه الدكتور كاظم المقدادي شخصيه ثقافيه واعلاميه وكاتب عراقي مهم، وما ممكن ينزلق هذا الانزلاق بانه
يعادي زعيم وطني، بالعكس هو مساند للزعيم الوطني مقتدى الصدر ولمواقفه الوطنية وللتظاهرات الوطنية، وشارك التيار الصدري كشخصية مدنية فاعلة ومهمة وكشخصية إعلامية كبيرة. فمبارك هذه الجلسة للصلح. أنا أرجع لزمن المخرج، أرجع لنوزان، أنا أسميها جلسة للتوضيح، لأن العراقية ارتكبت خطأ بعدم التوضيح، والدكتور كاظم ما صارت الفرصة أن يوضح للناس، وردود الفعل اللي صارت من بعض الشخصيات أساءت الفهم فأدت إلى ما أدت إليه. لكن دكتور كاظم شخصية محترمة، وسماحة السيد مقتدى الصدر أيضا شخصية حليمة وقادرة على فهم المواقف بحلم وبذكاء وبموقف رجل دولة. فهذا اللي يفرحنا احنا من نشوف رجال الدولة هم اللي يبنون البلد نفرح، لكن بالمقابل نشوف بعض الشخصيات اللي كبرت هرمت، ومنهم أخي الدكتور اياد علاوي اللي ذبذبت مواقفه مره ويا السعوديه وضد ايران، ومره ضد ايران ويا السعوديه، ومره ضد السعوديه ويا ايران، ومره ويا ايران ضد السعوديه. سوينا مرجوحه، صار 14 سنه مرجوحه مرجح الناس، وما شاء الله الويا هم يعني اذا مالت رقبته هيك مالوا وياه، واذا رجعت رقبته هيك رجعوا وياه. مره ايران تحاربه، ومره السعوديه تسانده، ومرة السعودية ما بيها خير توقف وياه، ومرة إيران لازم يحتاجها، وآخرها تصريحة اللي سمعناه من طلع يقول والله السعودية ما تقدر وحدها بتجر البساط من جو الإيرانيين. لا عشري ديابة، شو نجيب لك مثلا؟ شو نستورد لك؟ شو نجيب لك حتى تجر البساط؟ لا أنت تقدر تجر، ولا تريد السعودية بتقاربها ويا العراق توقف إيران انه يا جاري احترم نفسك واحترمك. لا عشي تريد اخوي، ما سمعت تصريحه. هل تعتقد ان انتقائية السعودية للاطراف التي تم توجيه الدعوة لها والحديث عن انه سيتم توجيه الدعوة الى حضرتك الى السيد عمار الحكيم صدفة؟ لانه هناك ما يجري من حديث عن انه ذلك هو محاولة لشد البساط من تحت اقدام ايران من العراق، وبالتالي ربما حضرتك ستكون مرحبا. والله أتمنى هالشيء، وأنا ما أعتقد يعني السعودية بحالها تقدر تسحب البساط من جوا إيران. وأنت ليش تحتاج السعودية وتحتاج إيران؟ ليش ما أنت كعراقي كان لك دور يفترض؟ يا أخي وصلت صرت رئيس وزراء وسويت كتلة والناس وقفت وياك سنة وشيعة، أنت أخي دكتور إياد علاوي أنت ما أعرف شو تريد. إذا تقاربت وجهات النظر بين السعودية والعراق احتجيت ورحيت قلت لا نحتاج إيران. إذا تقاربت وجهات النظر بين العراق وإيران احتجيت وتقول لا ما يصير نحتاج العرب. زيت شو تريد اطلع بمصارحة للشعب قول لنا شو تريد. أنت ما تعرف شو تريد. لهذا ننصحك كشعب، ننصحك يا أخي إكراما لهذا العمر الطويل ولهذه التجربة الطويلة، إكراما للعراق، كراما للعراق، وقف طموحاتك السياسية، روح توجه إلى كتابة مذكراتك عن تجربتك الطويلة كلها، وخلي العراق يشوف دربه، لأن ترى ملت أرواحنا من قولات الرئيس، لأن قولات الرئيس مسويتنا كل يوم هز رطب يا نخلة. قولات الرئيس. والله ما أعرف الحكومة إيش قد تمتلك معلومات. الرئيس لو كان.
أعرف منو ناقل منو منو شنو ناقل منو. آخر سؤال دكتور إذا تسمح لي. العراقيون يقولون أن الدكتور إياد علاوي يعلم كثيرا، ولكنه أكثر شخص في العراق يقول لا أعلم ولا أدري. عيني ده تصدم. يعني هل فعلا أنت ما تدري؟ أنا من أقولهم القسم من الأخوان ما أعرف. أي. ما أعرف هو بهذا السبب، لأن أشوف سؤال والله يهوى طيب الجيمر للزبد يعني السؤال هذا. والله يهوى طيب الجيمر للزبد يعني السؤال هذا. صدق قمر السد صدق قمر السد. هل تعتقد ان التقائيه السعوديه للاطراف التي تم توجيه الدعوه لها والحديث عن انه سيتم توجيه الدعوه الى حضرتك الى السيد عمار الحكيم صدفه؟ لانه هناك ما يجري من حديث عن انه ذلك هو محاوله لشد البساط من تحت اقدام ايران من العراق، وبالتالي ربما حضرتك ستكون مرحبا. والله أتمنى هالشيء، وأنا ما أعتقد يعني السعودية بحالها تقدر تسحب البساط من جوا إيران. أنا ما أعتقد يعني السعودية بحالها تقدر تسحب البساط من جوا إيران. أنا ما أعتقد يعني السعودية بحالها تقدر تسحب البساط من جوا إيران. أخرب عقلك يا أشرف، ده أنت مصيبة. بس أنا تربطني بجلالة الملك رحمة الله عليه عبد الله بن عبد العزيز. أي. علاقات شخصية من كان أمير قبل ما يصير ولي عهد أساساً. تحكوش ليه؟ ما يزعجك تدخلات السفير ثامر السبهان تستمع إلى تصريحاته؟ طبعاً تزعج. شو ما تزعج؟ ما يزعجك تدخلات السفير ثامر السبهان تستمع إلى تصريحاته؟ طبعاً تزعج. شو ما تزعج؟ كلش تزعج. وأنا حاولت أحصله مرتين ثلاثة ما أقدر، يقولون هو مو هنا بالعراق. إيه ده مش نبط. والله ليك حق أبو طارق. منو قال لك أنا راضي على تصريح السفير السعودي؟ جيد، يعني تصريحات السبهان لا ترتقي للدبلوماسية برأيك؟ فيها؟ لا ترتقي للدبلوماسية أو الوظيفة الدبلوماسية المكلفة. والله هو ليش قلت لك يعني أنا بالنسبة لي طبعاً أنا لو رئيس وزراء حضرتك يعني لا أطلب استبداله بسفير آخر. طبعاً. شلون يصير هذا الحكي؟ جيد. طبعا اطلب استبداله بسفير اخر. هل ايران قلقة من هذا التقارب اللي بين العراق والسعودية؟ وهل ستسمح ايران للسعودية بالتدخل بالعراق؟ عيني ده تصدم. هي السعودية ما تتدخل. ما اعتقد يعني السعودية بحالها تقدر تسحب البساط من جوا ايران. هل ايران قلقة من هذا التقارب اللي بين العراق والسعودية؟ وهل ستسمح ايران للسعودية بالتدخل بالعراق؟ عيني ده تصدم. هي السعودية ما تتدخل. ما اعتقد يعني السعودية بحالها تقدر تسحب البساط من جوا ايران. قولات الرئيس. والله ما اعرف الحكومة ايش قد تمتلك معلومات. لو قال الرئيس لو قال الرئيس لو قال احنا تقولوا بالتنفاذ. اعرف منو ناقل منو منو شنو ناقل منو. لو قال الرئيس لو قال الرئيس لو قال احنا تقولوا بالتنفاذ. ما كنت
أعرف منو ناقل منو منو شنو ناقل منو. طبعا اللي يصير موظف حكومي هاي خلاص لازم يتحمل، رئيس وزراء، رئيس جمهورية، نائب رئيس جمهورية، نائب رئيس وزراء، وزير لازم يتحمل، نائب، هاي خلاص هذا من حقنا. خاف يقول لك مثلا ليش يا احنا من واحد يحكي على سيد مقتدى تزعلون؟ يا اخي سيد مقتدى شخصية معنوية اجتماعية سياسية لكنه مو موظف. انت موظف يا دعلاو، موظف بصفة نائب رئيس وزراء او نائب رئيس جمهورية او بصفة نائب وزير اي شيء، لكن موظف احاسبه من حقنا، لكن شخصية سياسية لا هذه تختلف. من يصير موظف نحاسبه أكثر، من يصير رئيس وزراء أقعد أنا أحسب على سيد مقتدى الصدر أنفاسه نفس إذا من يصير رئيس وزراء، لكن ما يريد يصير رئيس وزراء. بس من أيد على وبالعمر قبل يصير نائب رئيس جمهورية، ولو باقي عند الناس بصفة رئيس وزراء أفضل له، كان الناس محترمة أتى إلى الآن ما لها دخل بي. بس هو قبل على نفسه يبقى موظف، فلازم يقبل من عندنا أيضا نحسب عليه أنفاسه ونقول له هنا أخطأت وهنا أنا أصبت. أما سيد مقتدى يروح للسعودية والله عافية عليه، يروح المصر يا ريت روح المصر سيد مقتدى الصدر، راح للإمارات عافية عليه، يجي محمد بن زايد، الشيخ محمد بن زايد حياك الله شيخ محمد بن زايد ببغداد، يجي محمد بن سلمان حياك الله أمير محمد بن سلمان ببغداد، حياكم الله حياكم الله، احنا نريد علاقات إيجابية ويا إيران ويا السعودية ويا تركيا ويا الكويت ويا الأردن ويا سوريا، لأن ذول المحيط اللي احنا عايشين وياه، فما نضرب طرف بطرف احنا الخسران إلا بعد ما نقبلها. ولا هاي البصرة، شوفوا بالبصرة، البصرة والله اللي يشوف هاي اللقطات وشو يرفع لهم الصوت نوزات كأنه معركة بالموصل، دوشكات ورباعيات وقناص وإن عشرتين متذابحة بالبصرة بالبصرة، ونقول الوضع مو خطير، نقول الوضع مو خطير، يعني احنا ما حررنا الموصل حتى تنفتح لنا جبهة البصرة يا ناس. هذا اللي يخلينا نحكي ونقول يا جماعة تداركوا الوضع. ولهذا أنا حقيقة رجال لزم المخرج بالجزء الثاني من البرنامج، حقيقة يسرني جدا إطلالة خاصة لشخصية أمنية وسياسية عراقية مهمة، الخبير الأمني السيد فاضل أبو رغيف الذي عرف بتصريحاته المهمة. والسيد فاضل أبو رغيف شخصيا أنا سعيد جدا بأن يكون ضيف اليوم بالجزء الثاني من التاسعة عبر الفلوجة، لأنني من أشد المتابعين لتصريحاته وتصويباته المهمة للوضع السياسي والأمن العراقي. سيد فاضل حياك الله، سعيد جدا جدا بحضورك الليلة في التاسعة، يا مرحبا بك. شكرا استاذ انور، حياك الله وسعيد جدا للقائك، يعني اعتقد للمره الثانيه بجنابكم. الله يحفظك. عزيزي وصديقي وزميلي. الله يحفظك، انا افتخر. الله يحفظك. واعتز بكل تصريحاتك لانها دقيقه ومهمه. شكرا. والناس يعني انا متابع لاكثر ما يعرض بالمحطات الفضائيه، لما يكون هناك لقاء مع السيد فاضل ابو رغيف تشوف اكثر الناس متابعين وحتى من السياسيين وقادة الكتل للتعرف على ما تقوله. فبصراحة شلون شايف الوضع بالبصرة بعد هروب النصراوي، ولا شو نقدر نقول، النصراوي هرب، لكن الوضع خطير لو مو خطير بالله عليك؟ يعني أولا تحية طيبة لك أستاذ أنور، ويعني عرفت بصراحتك وشجاعتك في القول وفي الكلام،
ودعني نتكلم بشيء من الصراحة ونبسط الأمور ونفرشها كما يقول المثل العام. يعني أستاذ أنوار، البصرة لا أقول لك لها خصوصية، لكن البصرة هي يعني هي ثغر العراق، يعني العالم العراق هو ثغر العالم، والبصرة هي ثغر العراق، وكذلك البصرة لما فيها يعني فيها يعني كان فيها الجاحظ، وكان فيها الحسن البصري، الإمام الحسن البصري، وكان فيها سفيان الثوري، وكان فيها يعني حوادث تاريخية كبيرة في البصرة. البصرة سيسلوجيا عرفت بسخاء أهلها وطيب أنفاسهم ومودتهم وطبيعتهم السمحاء دائما أهل البصرة، البصريون دائما هكذا أستاذ أنور، وأعتقد تتجنابك زرتها في أكثر من مرة. يعني هي أحد يعني أحد محافظاتك، يعني أنت عراقي وأحد محافظاتك هي البصرة تعد، والشرف بالفعل البصرة. يعني شكرا لجنابك. البصرة أولا جرت فيها أحداث كثيرة، البصرة ذاقت الأمرين، البصرة ذاقت منذ حقب كثيرة، ذاقت يعني عذابات كثيرة، لكن البصرة منذ عام 2016 شهدت، دعني نبدأ من عام 2016، دع 2003 و4 و5، خلينا نبدأ من 2016. من 2016 رأينا هناك شهدت البصرة حالة من التصعيد، أقصد بقبالة يعني مقتبل 2016، شهدت أعمال خطف، أعمال سلب، أعمال يعني خلافات عشائرية، أعمال سطو، أعمال خطف. رأت القيادة في بغداد السيد الدكتور العبادي القائد العام للقوات المسلحة يهتم دائما بالجنبة الاستخبارية، لذلك يولي الجنبة الاستخبارية جانبا جدا مهم. لذلك رأت القيادات الأمنية في بغداد، طبعا القيادات الأمنية هناك قيادات أمنية فاعلة، أتمنى لقاء جنابكم بها، يعني شخصيات محترمة وجيدة ونزيهة، فقاموا بتبديل أهم مفصلين أستاذ أنور، قاموا بتبديل مدير مكافحة إجرام البصرة ومدير استخبارات البصرة، يعني مدير مديرية استخبارات مكافحة إجرام البصرة ومدير جرائم البصرة. أثر تأثيرا كبيرا وملحوظا هذا التبديل. مثلا خلية الصقور لوحدها استطاع، يعني تتذكر يعني المضى العام المنقضي أستاذ أنور، حينما اجتاحت البصرة بعض أصابات الخطف، 6 أصابات يعني أقلقت البصرة في حينها. تصدت خلية الصقور، يعني رئيس خلية الصقور أو مديرية العامة للاستخبارات تابعة إلى وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، أرسل الفريق التكتيكي ومعه مدير عام استخبارات خلية الصقور، أرسل هناك، قام بإلقاء القبض على 6 أصابات، فكك مجموعة 6 أصابات. هل تتوقع يا أستاذ أنور أحد هذه الأصابات معها تم تفكيك أكثر من 50 كيلو ذهب؟ يعني قاموا استغلوا مناسبة دينية، استغلوا مناسبة وأكثر من 400,000 دولار، استغلوا مناسبة دينية 40 الإمام الحسين عليه السلام. ويعني وهذه الأصابة استغلت ذهاب الناس إلى تلك المناسبة الكريمة على قلوب العراقيين والمؤلمة على قلوب جميع العراقيين، استغلوا هذه القضية فسطوا على محلات للصياغة وهم من غير محافظة، يعني هم جاءوا من محافظة أخرى وقاموا بعمليات السطو، ألقي القبض عليهم وتم، أنا عرضتها شخصيا، عرضت الصور هذه لو ترجع إلى يعني موقع، عرضت الصور وكيف تم إلقاء القبض على جميع أفراد الأصابع. عصابة أخرى قامت بقتل مواطنين وخطف بعض المواطنين، عصابة أخرى أيضا مؤلفة من 5 أشخاص كانوا ينتحلون صفة رجال أمن وضابط أمن وضابط بالاستخبارات وهو ليس بضابط بالاستخبارات، وأيضا ألقي القبض عليه. يعني قبل نحو أقل من شهرين فككت الأجهزة الأمنية في البصرة عصابة تحمل معها 20 كيلوغرام من مادة الكريستال، طبعا مادة الكريستال أستاذ أنور مادة نوعا ما بقياس الكوكايين والهيروين، مادة باهظة الثمن، خفيفة الوزن، أكثر فاعلية، أكثر رغبة، تدخل حتى في يعني في استخدام ما يصطل عليه بالأرجيلة والشيشة، استخدامها إيزي يعني جدا سهل، ولذلك حتى مبالغها كبيرة. يعني رأت الحكومة المركزية أن من الضروري أن تولي البصرة اهتماما حتى تكون في مصاف هادئ. يوم أمس الأول خلية الصقور تمكنت من إلقاء القبض على شخص كان يسرق سيارات من البصرة ويأتي بها لبغداد ويبيعها هنا، فأيضا ألقي القبض عليه يوم أمس الأول. كذلك خلية الصقور أيضا ألقت القبض ووضعت اليد على كانتونات مهربة ل 91 سيارة. هذه تدخل ضمن الجريمة الاقتصادية، الجريمة المنظمة،
وهذه أيضا وضعت اليد عليها. أستاذ أنور، منذ شهرين خلا إلى يومنا هذا البصرة لم تشهد عملية خطف واحدة، منذ شهرين خلا إلى يومنا هذا لم تشهد عملية خطف واحدة. القضاء هناك في البصرة ماضي قدما، القضاء طبعا قضاء شجاع تصدى لمجاميع، مجاميع كانت تحاول أن تعبث وتعيث في أمن البصرة، أيضا ألقت القبض عليهم وفككت طبعا هناك القضاة، يعني القضاة هناك لا يعبؤون ولا يكترثون لأي مؤثر. يوم أمس الأول أو قبل يوم أمس الأول أيضا خلية الصقور، جزء من شعبة خلية الصقور في البصرة فككت، يعني ألقت القبض على شخص كان قادما من بعض المناطق وهو ضمن تنظيمات أراد أن يفتح مضافة بالبصرة، أيضا ألقوا القبض عليه والتحقيق جاري معه. الآن يا أستاذ أنور، البصرة وذي قار وميسان وجزء وأكثر من 90% من الواسط، أو دعني أقول 100% من الواسط، المحافظات الجنوبية هي خالية تماما من أي تنظيم إرهابي. طبعا هذا من أين جاء؟ جاء لولا تعاون المواطنون النازحون من الأنبار، من أهلنا بالفلوجة، من أهلنا بالموصل. العشائر العربية السنية كان لها بصمة واضحة ودور واضح في تعاون مع الأجهزة الأمنية والإخبار عن أي شخص حاول أن يمتطي وأن يركب موجة النازحين وموجة الإنسانية، وقاموا بالإخبار عليه. لذلك الآن 2016-2017 أستطيع أن أسميه أو وعي المواطنة، بمعنى أن المواطن الموصل لي لولا تعاونه ما كان أيضا المواطن نصف الأمن، المواطن نصف المعلومة، المواطن نصف الاستخبارات، ولولاهم لما كان هذا التعاون. يعني طبعا أنا بعد ما جاينك على بغداد أستاذ أنور، لو تثني لي الوسادة بالوقت جنابك أعطيك إحصائيات عن بغداد. أولا أستاذ أنور، في بغداد ليست هناك جريمة منظمة وجريمة يعني يقودها أو تقف خلفها جهات، إنما الجرائم فردية. خذ مثلا الجرائم التي تزامنت مع الأطباء، جريمة منهم جميع الذين اقترفوا جرائم بحق الأطباء ألقي القبض عليهم، الذي قام بقتل المواطنة مديرة المدرسة في النجف الأشرف ألقي القبض عليه، الذي قام بقتل الطبيبة يعني هذا على إرث عائلي وأولاد، يعني أولاد شقيقها هو من قاموا بقتلها، الذي قام بقتل الطبيبة المختبر أيضا شخص كان يعمل عليها وألقي القبض عليه. مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد أضف لكونها مديرية لمكافحة الإرهاب ألقت القبض على مجموعة تنيف على 18 شخص مارسوا أشد أنواع السلب والخطف والسلب والسطو المسلح. خلية الصقور قبل نحو أقل من أسبوع ألقت القبض على مجموعة كبيرة طبعا على 5 أشخاص، وبعد أعتقد بعد وراهم أيضا ناس، يعني أنا كان المفروض ما أعلنها بس أعلنوها على مواقع التواصل، لذلك ما عادت فقط يعني بعد ذلك يعني ضرورة. سرقوا 2 مليار دينار واعتقد 30,000 دولار على الطريق السريع وألقوا القبض عليهم. مديرية مكافحة إجرام بغداد اليوم، يعني اليوم ألقت القبض على عصابة في جانب الكرخ وفي حي الجامعة تحديدا، هذه العصابة أعتقد 6 أو 7 أشخاص زعيمهم شخص يسمى بالوحش، هذا كان يمارس دورا إرهابيا ودورا على المواطنين هناك. الآن بغداد تشهد وضعا أمنيا يعني بلحاظ. طيب يعني أستاذ أنور تتذكر حينما كنت في قناة نعم تفضل. لا عفوا كمل كمل كمل. إيه يا قناة أستاذ أنور تتذكر الأيام التي بلغت فيها القلوب الحناجر، حينما كنا حقيقة لا نستطيع أن نتجول، كان شرط المرور لا يستطيع أن يقف، هذا يعني هذا إبان عام 2014 وما سبقها، كان الضابط لا يستطيع أن يلبس رتبته وبزته العسكرية ويستطيع أن يتجول براحته. الآن أستاذ أنور يعني أولا الحمد لله وشكر الله بالفعل، يعني اليوم بالفعل، لكن أنا والله يعني بس يعني إذا سمحت لي اللي يقف وراء هذه الإنجازات الأمنية أرجوك أن تذكره حتى نحيي ونشكره بأمانة، يعني بدءا من الدكتور حيدر العبادي رجل يستحق التقدير، الدكتور حيدر العبادي والسيد قاسم العرجي يعني يستحق التقدير، لكن الآخرين يجب أن يذكروا ويقدروا أيضا. نعم فضل. والله يا أستاذ أنور هناك شخصيات وطنية، يعني أنا دائما أقول لهم، أقول لمدير الاستخبارات وأقول لمدير الأمن الوطني وأقول لمدير الاستخبارات العسكرية، أقول لهم
يعني حتى بريجزينكي وكان يعني مدراء المخابرات في السي اي اي والاف بي اي كانت لديهم يخرجون يعني، لكن هؤلاء يعملون بصمت يريدون ان عملهم هو الذي يتكلم. يعني اليوم مديرية مكافحة إجرام بغداد ألقت القبض على أصابة، طبعا أصابة تافهة مكونة من ثلاث أشخاص تعبث بأمن المواطن. أستاذ أنور، في هذه أصابة كانت تمارس خطف النساء وكانت تمارس سرقة المجوهرات والحقائب. يعني اليوم أحد النساء اتصلت بي، إعلامية هي بالمناسبة، اتصلت بي قالت هذه الأصابة التي ألقي القبض عليها جرت حقيبتي وعد يعني سحبتني من شعري. انا قالت كنت اتصور انه اي نعم. فقالت هاي الاصابه ايضا القي القبض عليها اليوم، ايضا هذه موجوده في مكافحه اجرام بغداد. هذه كانت في منطقه الشعب وحي البنوك، ايضا القي القبض عليها على دراجه. لذلك اليوم يعني ماكو اصابه. استاذ انور دعني اقطع لك جازما، يعني كل تنظيمات فرديه يعني إلا سمعنا تفكك. اذا سمحت لي، احنا قبل شهر سمعنا كان حديث عن عصابه جديده مثل عصابه ابو طبر ال 73. يعني هل بالفعل يعني اكو عصابه منظمه ومجرم يقتل الناس؟ قالوا هو اللي يقتل الاطباء ويقتل ما اعرف شنو عنده طبر، هالشكل وصفوه بوسائل الاعلام. والله هاي صحيح لو هيك هذا الدعاية استاذ انور وابيك استاذ انور، انا اصدقك الراي، لا اجمل ولا ارتش ولا ازيد. الله يعني من المعيب ان اتكلم بكلام فيما بعد المواطن سوف يعاتب. صح. انور الحمداني يقول له استضفت شخصا قد غالى وقد بالغ. يعني اولا ليست هناك اي جريمه منظمه. الان القضاء العراقي، قبل يومين السيد العبادي مدح القضاء العراقي لأنه يتعامل بحزم مع المفسدين والفاسدين، الوجه الآخر للإرهاب، ومع المجاميع العصابات. الآن مثلا محكمة استئناف الرصافة، كل قضاتها سيما مع الإطلالة الجديدة لتسلم رئيس هذه المحكمة السيد ماجد لارجي، تسلم هذه المحكمة. الآن هناك حزم كبير جدا مع التعاطي مع، يعني انت طلبت مني ان اذكر اسماء يعني تحيات سياده القاضي ماجد الأعرجي، شخص محترم وتحياتنا له، بس الشخصيات الامنيه يا ريت والله اللي نذكرهم لان هذا استحقاقهم. والله يا استاذ انور، يعني لدينا قيادات امنيه كبيره، لدينا لواء حيدر التميمي بمكافحه الاجرام، لدينا ابو علي البصري، لدينا لواء الكون سعد العلاق، لدينا قيادات امنيه حقيقه يعني دمجت الليل بالنهار. لدينا جهاز المخابرات الوطني فكك مجموعه كانت تمارس تزوير العمله. صح. وادخلت عمله كبيره جدا من احد دول يعني لا اقول دول الجوار انما دول المنطقه، وادخلت مجموعه كبيره من الاموال ووضعت اليد عليه، وضع جهاز المخابرات الوطني اليد عليها، وكانت معها ايضا نساء، مجموعه من النساء. شوف استاذ انور، القضاء العراقي لا زال يتحرج عن القاء القبض على النساء العراقيات اللائي انجرفنا مع بعض المجاميع. هناك اصابات يعني اجراميه، هناك جرائم جنائيه، لكن للان القضاء العراقي يتحرج من ان يقوم بعرض نساء، لانه الطبيعه الشرقيه المجتمعيه العراقيه طبيعه. صح. محافظه. صح. صح. نعم طبيعه محافظه. يعني مثلا يوميا هناك عمليات اعتقالات تطال المجرمين، يعني تطال المجرمون في 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 معاقلهم. يعني مجموعة كانت تحمل معها أكثر من طنين من المواد المخدرة، من الحبوب المخدرة وحبوب الهلوسة، أيضا ألقي القبض عليها. مديرية مكافحة إجرام صلاح الدين وهي في صلاح الدين ألقت القبض على مجموعة تمارس عمليات سرقة السيارات في بغداد، ألقت القبض عليهم وهم في بغداد الجديدة. يا ستة. مديرية مكافحة إجرام صلاح الدين، شوف أستاذ أنور، مديرية مكافحة إجرام ديالة ألقت القبض، هل تعلم الذين قاموا بالسطو المسلح على المصرف الزراعي في ديالة؟ أعيدت تقريبا 99% من الأموال التي سرقت، وألقي القبض على جميع من سول ومن اقترف هذه العملية. لذلك هناك جهات أمنية. يعني هذه الجهات الأمنية دورها ممارسة مكافحة الإرهاب، لكن مع ممارسة مكافحة الإرهاب ويبقى الدور أيضا مجاميع، ويبقى الدور أكبر للمجتمع. أنا حقيقة أشكرك سيد فاضل أبو رغيف، سعيد جدا بهذه المعلومات المهمة المفرحة عن دور رجال الأمن وقواتنا الأمنية ومكافحة الجريمة ومكافحة الإرهاب وجهاز المخابرات الوطني والاستخبارات،
احنا نريد نقول لك التاسعة برنامجك والفلوجة قناتك في اي وقت مرحب بك، لانه كل عراقي يريد يسمعك. شكرا والله يحفظك ويعزك. شكرا شكرا لك سيد فاضل ابو رغيف، الشخصية الخبير الامني العراقي المعروف، شكرا له ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.